The Muslim Brotherhood is facing the greatest crisis of its 85-year history. Since Mohamed Morsi's government was ousted on the 3rd of July, more than 200 of the Brotherhood supporters have been killed on the streets of Cairo. The military control the country, and while Morsi and many of his peers face imprisonment, the perception that the party is the enemy of the people continues to grow. مجموعه ارهابيه جماعه ارهابيه مش جماعه سياسيه الارهاب ما ينفعش يحكم كل حاجه كانت بتتعمل كانت ضد الشعب المصري وهو ده اللي احنا رفضناه تماما الشعب كله كان رافض كل اللي هو كان بيعمله Democracy in Egypt has failed at the first time of asking. Where does this leave the Muslim Brotherhood? This is Rabah al-Adawir in East Cairo, where tens of thousands of pro-Morsi supporters have camped out for the past month. Daily street protests in Cairo have resulted in flashpoints of violence. But in the early hours of the 8th of July, things escalated. Muslim Brotherhood supporters gathered outside the Republican Guard Club clashed with security forces in the early hours of the morning. 51 protesters were killed. The Egyptian military released footage demonstrating that some protesters were armed, claiming that they had attempted to break into the building. Many of the injured were initially taken to the makeshift field hospital back in Rabah al-Adawir, a volunteer-led facility set up to deal with injured protesters. المكان ده كله كنا بنحط فيه الحالات على الارض لدرجه ان انا فاكر ساعتها ان انا شمرت البنطلون بتاعي علشان الدم من كتر سرطشه الدم واحنا ماشيين تحت بالمصافحه بالعربيه المصافحه يضرب خرطوش ويضرب والناس تجري قدامه ويضرب رصاص حي في اصابات خرطوش زي كده في اصابات طلقات نار حيه فكنا شايفين قوات من الجيش وبعدها وراها قوات من الشرطة ومدرعات شرطة كانوا بيطلقوا علينا غاز مسيل للدموع وخرطوش ورصاص حي فأنا وأنا واقف مع أخويا هناك بنرجع حاجة بحاجة كده فأصبت أنا بطلقة نار في رجلي وبعدها بعشر دقايق أخويا أصب بطلقة نار في صدره وتوفى بعد عرب معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور يحيى موسى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة صباح الخير Amongst those injured was the former health spokesperson for the Muslim Brotherhood, Dr. Yahya Musa, who was himself protesting at the scene and spoke on the phone to state television to recount what he had seen. درجات الإصابة إيه بعد إذنك؟ أقول شهادة لله للتاريخ أن ما حدث مجزرة متكاملة الأركان. أقبل مذبحة مباشرة حين قلت أن ضباط الجيش والشرطة قاموا بمذبحة متكاملة تجاه المعتصمين السلميين وقتلوهم بدم بارد وعدد القتلى وصل ل 83 قتيل على خلاف الإحصائية الرسمية اللي أدلت بها وزارة الصحة وعقب هذا التصريح مباشرة نشرت الوزارة بيان تكذيب لما قلته وبعد ذلك تم فصلي من وظيفتي. Despite the threat of violence, supporters of the Brotherhood continue to occupy the streets in protest. Some are Cairo residents. Others have traveled to the city in order to make their presence felt. طارق السباعي جيت هنا ميدان رابع العدوية يوم 28 الشهر الماضي شهر 6 علشان أدافع عن الشرعية شهادة رئيس محمد مرسي علشان أرفض الانقلاب العسكري اللي حصل في مصر وعلشان أدافع عن الإرادة الحرة للشعب المصري دماء بعض الشهداء من الأحداث قدام الحصن الجمهوري بيحذرنا بدأوا يعملوا تحذيرات بطرق الأعمدة وبطرق الحوائط والمباني
بان احنا ناخد حذرنا ان في قوات من الامن وقوات خاصه بدات تهجم من الجنبين بتوع صلاح سالم. وبدانا بعد ما ختمنا الصلاه مباشره لقينا قدام الحرس الجمهوري مباشره بداوا يضربوا بالفعل قدامنا واحنا بنصلي مدينهم مدينا احنا بنصلي وظهرنا ليهم بداوا نلاقي الضرب اشتغل. المسعف دوت بيشاور للحرس الجمهوري بيقول لهم ما تضربوش انا عايز اشيل الجريح او شهيد بينقله في العربيه عربيه الاسعاف. للاسف في لحظتها ضربوه في جنبه. The small makeshift clinic in Rabat Al Adawir was set up by volunteers who work and sleep there. The clinic is reliant upon donations to keep it functioning. Mohamed Lotfi left his successful businesses behind to help set up the pharmacy. بدأنا نطور المكان، بدأنا نجيب السندات الكبيرة، بنكبر الصيدلية خالص لاحتياجات الناس اللي برا عشان نقدر نوفر لهم كامل الإعاشة الطبية. بنجهز تخزين دلوقتي كامل، يعني هنعمل تخزين كامل بحيث نحط كل حاجة ونحافظ عليها، تمام؟ عندنا مجموعة ضخمة جدا من الصيدلة تحت موجودين، هيجوا معانا عشان ننسق الكلام دوت وهنجيب أرفف. احنا مجهزين بالظبط، يعني الإسعافات احنا عندنا أطقم طبية بتطلع مع المسيرات نفسها. بحيث لا قدر الله لو في بلطجية، في أي تعامل خشن مع الناس، احنا جاهزين بالأطقم الطبية كاملة، تمام؟ فيها كل حاجة. فيها كل حاجة احنا بنوفرها. The medical kits prepared that day would be put to use. Muslim Brotherhood supporters clashed with anti-Morsi protesters and police in Ramsey Square. 7 were killed and 260 injured. The following day at the clinic, the injured were still arriving for treatment, many of them with tales of brutality. بعد كده لما دخلونا البيت قعدوا ضربوه علينا ببطن السيوف وبطن السواطير لحد ما خلاص تعبنا بقى عشان ما نقدرش نتكلم ولا نتحرك. Whilst detained by police, Ahmed claims he heard acts of torture being committed. في الوقت ده برضه كانوا بيلموا مننا البطايق وبينادوا على الأسماء السليمة، الناس اللي هي مش متعورة. ياخدوا الأسماء ديت ينادوا عليها واحد واحد. أنا ما كنتش أسمع غير الصريخ والكهرباء جوه. فقلت الحمد لله أنا متعور حتى أنا أروح المستشفى أترحم من اللي أنا فيه. حاسب راسه بس بالذات. لما أجي أرفض الانقلاب العسكري تقولوا باطل باطل باطل، لما أجي أتكلم عن المرسي عايزين مرسي. تفاعلوا معايا وكلم اللي حواليك يكلمهم، تفاعلوا معايا في الحاجات اللي أنا بطالب بيها. At the Muslim Brotherhood's makeshift media center inside the mosque at Rabat Al Adawir, Dr. Maha Ghani is preparing to announce a new initiative, Females Against the Coup. والآن المرأة تبحث عن إقرار مطالب الثورة والقصاص للشهداء. إننا نساء حركة. While Dr. Ghani addresses the media inside the mosque, Fatima and Aya are supporting their mother's initiative by assisting the protesters who have chosen to camp in the streets through the month of Ramadan. لا اصل يعني يعني انا في الاول الاخير انا مصريه انا بمثل هنا الشعب المصري، انا بمثل الفتاه المصريه اللي نازله تدافع عن حقها، نازله تدافع عن صوتها، نازله تدافع عن عمرها اللي ضاع. يعني انا من غير الاخوان ما اعتقدش ان انا كنت هكون زي دلوقتي. هم علموني ازاي يكون ليا رؤيه وازاي يكون ليا هدف في حياتي. علموني اول حاجه اتعلمتها في الاخوان كانت الانتماء لبلدي والانتماء لديني وان انا احب اللي انا بعمله. المراه صغيره بالعكس، انا عقل وبفكر وبقدر ابدع وبقدر ادرس واستجيب للناس، بسمع الاراء وبسمع المقترحات التانية وبضيف ليها وبشكل انا بنفسي رؤيتي الخاصه سواء في البلد اللي انا عايشه فيها او في العالم كله. المعنويات مرتفعة هنا جدا، الناس هنا يعني إعادة الشرعية، دكتور مرسي لسدة الحكم أو الشهادة، هنا مشاريع شهادة هنا في سبيل الله، ممكن نستشهد في سبيل الله لعودة الشرعية ولعودة الكرامة والحرية للشعب المصري بالكامل. الله أكبر.
In the early hours of Saturday, 27th of July, at least 120 pro-Morsi supporters were shot dead by security forces at a sit-in protest near Rabat al-Adawiyah. State officials said that Saturday's death took place after pro-Morsi supporters fired first. Once again, the field hospital in Rabat was flooded with the wounded. Mohamed Lotfi had another traumatic night. مدى بشاعة الأمر، الأمر وبعدين الأمر مش بيتم بواحد مثلا هيقدر يقول أنا بدافع عن نفسي، لا الأمر بيتم بشكل ملحق لأن كله جاي بيخلص الأمر كان وعدد الشهداء عدد المصابين احنا وصلنا لمرحلة إنك خلاص ما أنتش قادرين نكمل. لم تعد القضية الإخوان المسلمين أبدا، لم تعد قضية الإسلاميين، أصبحت قضية الشعب المصري كله. الشعب المصري قد استنشق عبير الحرية ولم يعد من الممكن إدخاله إلى بيت الطاعة مرة أخرى. أشعر بأن المستقبل هيعود ظلامي مرة أخرى بسبب الأحداث اللي حصلت، أشعر أن الظلم هيرجع تاني، أشعر أن الاعتقالات بدأت فعلا نسماتها ترجع تاني، اعتقالات غياب ديمقراطية، غياب حرية، غياب كرامة المصري، كل ديت امور اشعر انها خلاص هتروح حضر بسبب اللي حصل من الانقلاب العسكري اللي ضيعنا كلنا في مصر.